أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. توقعات الاثنين الموافق 3 يوليو 3 تموز 2023. هتخضع خططك المتعلقة بشغلك أو تعديلات كتيرة في يومك، على الرغم من كل رغباتك في أنك تنجز كتير في اليوم ده. هتنهي مهمة معينة، هيكون عليك أنك تتكيف مع بعض الظروف الجديدة. محتمل انك تهتم مع كل زملائك وكل عملائك، اللي هتبقى متوقع انه يحصل بيه بعضكم شوية تغيرات ومواقف غير مواتية لمكان شغلكم. مش هتفاجئوا اي شخص في اليوم ده، هتلاقوا مع بعضكم معلومات كتيرة هتبقى بتتعلق بالشغل السابق ليكم وكل زملائكم وما الى كل ده. على مستواكم الشخصي هتختبروا كل افراحكم الصغيرة. ممكن تستخدموا اليوم ده عشان تجروا تغيرات ومحادثات مهمة جدا بتتعلق بالتطور المستقبلي لكل علاقاتكم العاطفية. حتى لو كنتوا بتخوضوا في اليوم ده محادثة او قرارات مهمة بتتعلق بالبيت او حتى بشؤون اسرتك، هتبقى بتساعدك اخبار كتيرة، تجارب متعلقة بالطفل والشباب. في اليوم ده هيتعين على كل الاشخاص انهم يهتموا بصحة حد من افراد اسرتهم، يتحملوا مسؤولية اكبر، يحلوا مشكلات وشؤون عائلية مختلفة. هتحصل على اخبار كتيرة فيها تحديثات واضحة جدا، خاصة مع عبور القمر اللي هيبقى في برج الجدي. هتلاحظ انك بقيت اكتر ماديا، وانك بتفكر ازاي تتغير في كل الاتجاهات اللي عندك. هتحس بانجذاب كبير علشان تشتري حاجات تانية، على الرغم من انك عارف انك مش بحاجة ليها. هيكون العبور ده مفيد جدا عشان تاخد قرارات بشأن المكان اللي انت بتكون حابب تمشي ليه في الفترة دي. بعد مرور العبور ده تكون حابب تقضي وقت اكتر. انت دايما بتركز على خطط كتيرة طويلة المدى في الفترة الجاية بدل من الخطط القصيرة. محاولة منك انك تضع توقعات كتير وهي لنفسك وعشان تحققها. ايه هي الاجراءات المناسبة للعبور ده؟ هتشمل اجراءات كتير متخذة تحت التأثيرات دي، وضع خطط لمستقبلك واختيارات مهنية كبيرة جدا في شغلك التجاري الجديد. هتبتدي مشروع جديد وهتاخد خطوات نحو تحقيق هدف معين. في كتير من النشاط البدني اللي هيبقى عندك بشكل عام، هتبتدي الاسبوع بكتير من الشغل عندك. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.